Assalamu alaikum. Now we are going to discuss atypical antidepressants. ودي خامس وآخر مجموعة من الانتيديبريسنس اللي هم مضادات الاكتئاب. الاتيبيكال انتيديبريسنس ست مجموعات هنناقشهم وكلهم منتشرين وموجودين في السوق بشكل كبير. أولهم البوبروبيون اللي هو اسمه في السوق والباترين اكس ار، في منه 75 وفي 150. في كمان الميرتازابين اللي هو اسمه في السوق ريميرون 30، وفي ميرتي ماش كمان. الأجوميلاتين اللي هو اسمه في السوق أجوفالد، وفي منه كمان اللي هو فالدوكسان وفي الميسباجو، كلهم موجودين. الترازودون طبعا ده مشهور جدا اللي هو التريتيكو، وفي كمان النيفازودون اللي هو السيروزون، بس مش موجود في السوق قوي. التريتيكو هو أكتر طبعا. الفورتشوكسيتين اللي هو البرينتلكس، في منه 10 وفي منه 20، بس مصر موجود فيها غالبا 10، وده منتشر جدا وخصوصا اللي من دول. في كمان التاينيبتين اللي هو ستابلون 12.5، موجود وبيستخدم برضو في السوق. في الحقيقة مجموعة الاتيبيكال بتتميز ان هي اقل سيكشوال ديسفانكشن عن بقية الاربع مجموعات الاولين اللي احنا قلناهم، اللي هما التي سي اي والاس اس ار اي والاس ان ار اي والماو انهيبيتورز. نيجي بقى نقول شورت نوت على كل واحد فيهم. اولا بالنسبة للبوبروبيون، زي ما اتفقنا انه بيعمل انهيبيشن للنور ابنفرين والدوبامين ري ابتيك او للترانسبورتر، وبالتالي بيزيد نسبة النور ابنفرين والدوبامين في السينابتيك ليفت، وهو ده الميكانيزم اللي بيشتغل بيه كأنتي ديبريسنت. في الحقيقة ليه نفس الادفانتجز بتاعت الاس اس ار ايز اوفر تراي سايكليك، يعني اقل في السايد افكتس عامة وبيبقى ويل توليريتد. وكمان بالنسبة للاس اس ار ايز فهو افضل في حتة السيكشوال ديسفانكشن، لانه ملوش سيكشوال ديسفانكشن، وبيبقى بالنسبه للبيشنتس اللي هم كانوا توليريت الاس اس ار ايز عشان السبب ده، بنقدر ان احنا نقلل جرعه الاس اس ار اي وندي البوبروبيون معاه، او ان احنا نشفت على بوبروبيون لو امكن. كمان في حاجه فيري كاركترستيك انه بيستخدم في السموكينج سيسيشن، يعني الناس اللي هي مدمنه على النيكوتين او بتشرب سجاير وحب ان هو يوقف السجاير. هنا في عندي ثلاث نقط. اولا بيجيله ديبريشن، من ضمن الوزدرول سيمتومز ان يجيله ديبريشن، فالبوبروبيون انتي ديبريسنت. تاني حاجه ان بيبقى عنده كريفنج، يعني انتنس ديزاير تو تيك ذا دراج، انه عنده رغبه شديده جدا انه يشرب سيجاره تاني. ده اسمه كريفنج. الكريفنج ده سببه ايه؟ سببه ان هو كان ماشي على النيكوتين فتره او فتره طويله، وطبعا النيكوتين بيزود الدوبامين في النيوكليس اكامبنس اللي هي السنتر اوف بليجر، فلما وقفه حس الدوبامين وقع في النيوكليس اكامبنس، يعني قل فجاه. فده النقص في الدوبامين في النيوكليس اكامبنس هو اللي بيدي احساس الكريفنج، فالبوبريبيون بيزود الدوبامين زي ما اتفقنا، وبالتالي بيضيع حته الكريفنج، يعني هيزود الدوبامين في النيوكليس اكامبنس اللي تخلي حته الكريفنج دي تروح، فما يبقاش عنده الانتنس ديزاير انه يتاك النيكوتين او ياخد سيجاره تاني. وفي نفس الوقت كمان ليه ميكانيزم تاني في الحقيقه، بس مش على الاندر جرادويت، على البوست جراد، ان هو بيشتغل على الاسيتايل كولين نيكوتينيك ريسبتور، على النيكوتينيك ريسبتور اللي بيشتغل عليها النيكوتين، بيقفلها، بيعمل زي انتاجونست ليها، شبه الايه النالتريكسون كده. فاكرين لما خدنا النالتريكسون في الاوبيويدز وقلنا ان احنا بنقفل الاوبيويد ريسبتور عشان لما يرجع ياخد الهيروين ما يحسش بالايفوريا، وبالتالي ما يرجعش ياخد الهيروين تاني فبيقلل الريلابس. هو هنا حاجه شبه كده، ان البوبروبيون كمان بيعتبر نيكوتينيك ريسبتور انتاجونست في النيوكليس اكامبنس، فلما بيرجع لو رجع يشرب تاني السجاير مش هيحس بالايه بالاحساس الارتياح او السنس اوف هاي اللي كان بيحسه لما بيشرب سيجاره قبل كده، فده هيخليه يقلل الريلابس. فاذا لكن دي على البوست جراد تفسيرها، ولكن بالنسبه للاندر جرادويت كفايه قوي يعرفوا ان البوبروبيون بيستخدم في السموكينج سيسيشن عشان مخصوص حته الايه انه بيزود الدوبامين في النيوكليس اكامبنس، وبالتالي بيقلل الكريفنج وبيقلل الريلابس. بس في هنا بقى عيب خطير جدا، انه اكتر واحد من الانتي ديبريسنس بيزود الريسك اوف كونفولجنس، وبالتالي كونترا انديكيتد ان انا استخدمه في العينين اللي عندهم هيستوري اوف سيجرز او ايبيليبسي،
وكمان اثناء الالكوهول ويزدرول، لان احنا عارفين ان اثناء الالكوهول ويزدرول بيبقى فيه ريسك اوف كونفولجنز عالي جدا، فعشان كده بنتجنب استخدام البوبروبيون في الحالات دي. يبقى ده بالنسبه للبوبروبيون في ثلاث نقط مهمين: نو سيكشوال ديسفانكشن، والسموكينج سيسيشن اليوز بتاعه، وانه كونترا انديكيتد في الابيليبسي لانه بيزود الريسك اوف كونفولجنز. تاني اتيبيكال انتي ديبريسنت اللي هو الميرتازابين او اسمه في السوق الريميرول، والميكانيزم اوف اكشن بتاعه الوحيد اللي قلنا ان هو ما بيشتغلش على الري ابتيك نهائي، هو بيشتغل على انه بيعمل انهيبيشن للبري سينابتيك الفا 2 ريسبتور، وبالتالي اللي هي الاوتو ريجيلاتوري، وبالتالي بيعمل انهيبيشن للانهيبيتوري افكت بتاعها على الريليز، فبيزيد الريليز اوف نور ابينفرين اند 5 HT، وهو ده الميكانيزم اللي بيشتغل بيه كانتي ديبريسنت. ليه برضو ادفانتجز زي الاس اس ار ايز ان هو ولتر ريتد وملوش سايد افكتس كتيره زي التراي سايكليك، بس ليه بقى أربعة كاركترستكس مهمين جدا. اولا الميرتازابين الوحيد اللي قلنا اللي ليه انتي ايميتيك افكت، يعني تقريبا الاس اس ار ايز والاس ان ار ايز والتراي سايكليك كلهم من ضمن السايد افكتس بتاعتهم انهم بيعملوا شويه نوزيا اب تو فوميتنج. ليه؟ عشان كلهم بيزودوا السيروتونين، والسيروتونين لما بيزيد في تفسير بيقول انه بيعمل ستيميليشن لل 5 اتش تي 3 ريسبتور اللي في السيتي زون وفي الجي اي تي، وبالتالي بيؤدي الى النوزيا والفوميتنج دي. اما الميرتازابين العكس، الميرتازابين بيعمل انهيبيشن لل 5 اتش تي 3 ريسبتور في السيتي زون وفي الجي اي تي، بيؤدي الى انتي ايميتيك افكت. فهنا لو عندي عيان عنده ديبريشن وبيعاني ما بياكلش وما فيش عنده سيفير نوزيا ومش عارف ياكل وكذا، في الحاله دي الميرتازابين هيبقى كويس لانه هيبقى ليه كمان انتي ايميتيك افكت. تاني حاجه انه احنا قلنا الاتيبيكال ما لهمش سيكشوال ديسفانكشن، ف no sexual dysfunction، وبالتالي بيستخدم في العيانين اللي cannot tolerate الـ SSRIs sexual dysfunction بتاعتهم، وده بيبقى نتيجة في الحقيقة الـ blockade of 5HT2 receptor، بس طبعا دي على البوست جراد مش على الأندر جراد. ليه كمان sedating effect نتيجة انه بيشتغل على الـ H1 blockade، فبيعمل sedation، ولذلك بيستخدم في العيانين اللي هم عندهم انسوميا. فالميرتازابين جميل جدا، بياكل كويس وينيم كويس، يعني العيان اللي ما بياكلش كويس وما بينامش كويس تديله مع الدبريشن ياخد ميرتازابين، لان الميرتازابين هيعمل سيديشن بالH1 ويخليه ينام كويس، فهو هيبنوتيك افكت، وكمان بيطول الديب سليب اللي هو ستيج 3-4 سلو ويف سليب، فبيخليه ينام نوم مرتاح جدا، وكمان بيزود الابيتايت والبادي ويت، فهيخليه ياكل كويس. فالناس اللي هم لوست ويت او اللي هم عندهم انسوميا هيبقى ممتاز فيهم الميرتازابين. يبقى في اربعه كاركترستيك: انتي ايميتيك، نو سيكشوال ديسفانكشن، وسيديشن او هيبنوتيك افكت، وكمان ويت جين نتيجه انه بيزود الابيتايت. طبعا زي ما قلنا انه بيزود الابيتايت او الويت جين وحته السيديشن عن طريق H1 انتاجونيستيك اكتيفيتي. ثالث اتيبيكال انتي ديبريسنت هو الاجوميلاتين، وهو ميلاتونين M1 وM2 ريسبتور اجونست، وكمان ليه 5HT2C انتاجونيزم. وفي الحقيقه ال 5HT2C بلوكيد هو ده المين ميكانيزم اوف انتي ديبريسنت افكت بتاعه. وجدوا ان ال 5HT2C ريسبتور بتعمل انهيبيشن للدوبامين والنور ابينفرين نيرونز، وبالتالي لما الاجوميلاتين بيعمل لها انهيبيشن بيؤدي الى زياده الاكتيفيتي اوف دوبامين والنور ابينفرين نيرونز، فبيزود الريليز اوف دوبامين اند نور ابينفرين، وهو ده اللي بيؤدي الى الانتي ديبريسنت افكت بتاعه. طب في سؤال هنا مهم جدا، هل الاجونيستيك اكتيفيتي على الميلاتونين 1 و2 بتخليه هيبنوتيك؟ يعني هل الاجوميلاتين اعتبره هيبنوتيك زي الراميلتون اللي خدناه قبل كده اللي هو كان سيلكتيف هيبنوتيك نتيجه ستيميليشن الM1 والM2 ريسبتور؟ في الحقيقه لا، الاجوميلاتين از نوت هيبنوتيك، بالعكس ده ممكن يعمل انسومنيا. في بعض العيانين ممكن يشتكوا انه بيعمل انسومنيا او بيزود الاروزل. ليه؟ لان لسه قايلين انه بيزود النور ابينفرين ريليز، فزياده النور ابينفرين بتزود الاروزل. بالنسبة للسايد افكتس، الاجوميلاتين يعتبر ويل توليريتد، يعني ما بيعملش سايد افكتس كتيرة، يعني هنلاقي هنا شوية جي اي تي ابسيت، شوية ديزنس، حاجات خفيفة،
ولكن في بريكوشن بالنسبة للهيباتيك بيشنز لأنه ممكن يعمل هيباتوتوكسيسيتي وبيزود الليفر ترانس أمينيزيز، فدي البريكوشن المهمة جدا فيه. الأجوميلاتين بيستخدم في علاج الميجور ديبريسيف ديس أوردر في البيشنز اللي هم نوت ريسبوندنج أو كانوت توليريت الإس إس رايز، وبيحسن السليب سيركاديان ريزم أو السليب ديستربنس اللي أسوشيتد مع الدبريشن. في الحقيقة لقوا إنه بيحسن السليب باترن والسليب كواليتي مع الدبريشن، لأنه بيشتغل على الميلاتونين 1 و 2 زي ما اتفقنا في السوبرا كايزماتيك نيوكليس، وكمان الانتي ديبريسنت افكت بتاعه عن طريق ال 5HT2C انتاجونيزم اهي، فبيزود النور ابنفرين والدوبامين. نيجي لمجموعة السارز وهي الترازودون والنيفازودون. مشهور طبعا الترازودون في السوق اللي هو التريتيكو، والنيفازودون اللي هو سيرزون. المجموعة دي لها دول اكشن، يعني سيروتونين ري ابتيك انهيبيشن زي الاس اس ار اي، وفي نفس الوقت كمان بتشتغل على السيروتونين ريسبتور 5HT2A و2C انتاجونست. لكن هنا لو بصينا تلاقي الترازودون بيتميز بان ليه H1 بلوكيد، يعني انتي هيستامينيك افكت، وده بيخليه يستخدم كهيبنوتيك، بينما النيفازودون ما عندوش ال H1 بلوكيد، فيري ليتل افكت عليها، بدل دوت بالعكس بيزود النور ابنفرين لان ليه نور ابنفرين ري ابتيك انهيبيشن. الاثنين ليهم الفا 1 بلوكيد، ولكن الترازودون الالفا 1 بلوكيد بتاعته اقوى. نيجي بقى لحته مهمه جدا وهي ال 5HT2A و2C بلوكيد بتاع الترازودون والنيفازودون. في الحقيقه دي بتديهم ادفانتج اوفر اس اس ار ايز. يعني لو بصينا هنا الاس اس ار ايز اهي مقارنه بالسارز، هنلاقي الاس اس ار ايز بتزود ال 5HT عن طريق انها تمنع الري ابتيك بتاعه. ولما يبقى ريليز ال 5HT بيشتغل على البوست سينابتيك ريسبتور 5HT2A و2C، فيؤدي الى سايد افكتس زي السيكشوال ديسفانكشن والانسومنيا، وممكن كمان انيشال انكزايتي تزيد شويه، ودي كانت ملحوظه في السايد افكتس بتاعه الاس اس ار ايز. هنا السارز بتتميز بان هي برضو زي الاس اس ار اي هتمنع الري ابتيك بتاع السيروتونين، فهيزيد السيروتونين ولكن على مستوى البوست سينابتيك هو قافل ال 5HT2A و2C ريسبتورز اللي كانوا بيعملوا السايد افكتس دي، ولذلك هو اقل سيكشوال ديسفانكشن واقل انسومنيا واقل انكزايتي من الاس اس ار ايز. كمان السارز ليها ادفانتج اوفر التراي سايكليك ان مالهمش انتي كولينرجيك ولا كارديوتوكسيستي زيهم. الانديكيشنز اوف سارز بتستخدم في علاج الدبريشن والانكزايتي. في الحقيقه الترازودون بيستخدم مينلي في علاج الانسومنيا او مينلي كهيبنوتيك اللي هو التريتيكو، تقريبا ما بيستخدمش الا كهيبنوتيك، لان عشان يوصل ليعمل سيروتونين ري ابتيك انهيبيشن محتاجين دوز عاليه، يعني فوق ال 150، والدوز ديت بتعمل سيفير سيديشن، ولذلك هو مينلي بيستخدم كهيبنوتيك في علاج الانسوميا، برضو اوف ليبلد ما خدش ابروفل. الجدول ده ملخص السايد افكتس اوف ترازودون فيرسس نيفازودون. بالنسبه للسيكشوال فانكشن، النيفازودون هاز مينيمال افكت على السيكشوال فانكشن زي ما اتفقنا، ويعتبر ما بيعملش سيكشوال ديسفانكشن. اما الترازودون برضو ما بيعملش سيكشوال ديسفانكشن، ولكن في سايد افكت خطير جدا ممكن يعمله، حاجه اسمها برايابيزم. البرايابيزم معناه بيرزيستنت بينفول اريكشن، وده رير، يعني بيحصل في اقل من 0.1%، يعني ما بين كل 1000 بيشنت ممكن واحد يحصل له البرايابيزم. البرايابيزم الميكانيزم بتاعه عن طريق الفا 1 بلوكيد القويه بتاعه الترازودون بتؤدي الى ارتيريال دايليشن، وده بيؤدي الى فينوس ستيزز، فبيزود الانترا كافرنوزال بريشر، فبيعتبر فينو اوكلوزيف اسكيميك برايابيزم، وطبعا ده خطير جدا وممكن يؤدي الى سيريس كونسيكونسز زي مثلا سيفير اسكيميا واب تو جانجرين، ولذلك بيحتاج تدخل سريع. التريتمنت هنا فينايل اسبيريشن او اريجيشن، وكمان بيحقنوا فازو اكتيف الفا 1 اجونست زي الفينايل افرين عشان يقلل الارتيريال دايليشن وبالتالي يقلل الفينوس ستيزز وهكذا. ده بالنسبه للبرايابيزم.
تاني سايد افكت اللي هو الاورثوستاتيك هايبوتنشن. طبعا الترازودون عشان الالفا 1 بلوكيد بتاعته القويه بيبقى اكتر معاه الاورثوستاتيك هايبوتنشن، اما النيفازودون اقل. السيديشن برضو الترازودون اكتر لان ليه اتش 1 زي ما اتفقنا، وفيري مينيمال افكت من النيفازودون لان ملوش اتش 1 بلوكيد. اما بالنسبه بقى للسايد افكت المميز للنيفازودون اوفر الترازودون هو الليفر توكسيسيتي والدراج انتراكشنز. وجدوا ان النيفازودون دي بوتنشال ليفر توكسيسيتي وبيزود الليفر ترانس امينيزز، وكمان بيعتبر اكتر في الدراج انتراكشنز لان ليه سيب 3 اي 4 انهبيتنج اكتيفيتي او انهبيتور، وده طبعا بيؤدي الى دراج انتراكشنز وخصوصا مع البنزودايزيبينز لان احنا عارفين ان السيب 3 اي 4 هو المين انزيم فور ميتابوليزم اوف موست بنزودايزيبينز. نيجي لاخر اتيبيكال انتي ديبريسنت اللي هو الفورتيوكسيتين، وبنسميه السيروتون المالتي مودل لانه بيعمل انهبيشن للسيروتون ري ابتيك زي الاس اس ار اي، بالاضافه الى ذلك هو بيشتغل على السيروتون ريسبتور 5HT1A agonist ثم 1B partial agonist ثم 1D و7 antagonist، فبيؤدي في الاخر الى زياده في الترانسميترز اللي هي ال 5HT والنورابينفرين والدوبامين والجلوتاميت وترانسميترز كتيره تانية involved في الدبريشن، فبيحسن السيمبتومز اوف depression. مش كده وبس، هو كمان ليه low risk of weight gain وsexual dysfunction بالنسبة للبقية الانتي ديبريسنس، فطبعا هو احسن من الاس اس ار ايز في الحتة دي، وبالتالي لما بيحصل سيكشوال ديسفانكشن ممكن نشفت على فورتيوكسيتين. وكمان ال 5HT7 بلوكيد ده بيحسن الكوجنيتيف فانكشن، فبنستخدمه في علاج الديبريشن ميجور ديبريسيف ديس اوردر والجاد الانكزايتي والجيرياتريك ديبريشن ان هو الناس الكبار في السن، علشان حتة الايه الامبروفمنت اوف كوجنيتيف فانكشن. هل ليه سايد افكتس؟ طبعا دي سايد افكتس، وخصوصا النوزيا بتحصل في تقريبا من 20-30% من العيانين، بتحصل في اول اسبوع وخصوصا في الدوز اللي اعلى من 10 يعني 15 فيما فوق. ممكن نحتاج ان احنا نقلل الجرعه او حتى نضيف حاجه انتي ايميتك، مفيش مشكله. ريرلي انه ممكن يعمل مينيا او سيجر، فنخلي بالنا في البايبولر والناس اللي عندهم هيستوري اوف ايبيليبسي، وعليه بلاك بوكس وورنينج للسويسايدر ثوتس وبيهيفير. في الحقيقه الفورتيوكسيتين لونج اكتنج، فممكن ناخده وانس ديلي، وميتابولايزد بالسيب 2 دي 6 فممكن برضو يبقى افكتد بالسيب 2 دي 6 انهبيتورز ويعملوا معاه دراج انتراكشنز. ملوش اكتف ميتابولايت لكن هو اصلا التي هاف بتاعته طويله. نيجي لسادس واخر اتيبيكال انتي ديبريسنت هنناقشه النهارده اللي هو التيانيبتين، او اسمه في السوق استابلون، وده مشهور جدا. في الحقيقة ده دواء فرنسي من قديم جدا، ولكن ما أخدش لحد دلوقتي أبروفل من الـ FDA. التيانيبتين عجيب شوية، يعني هو جلوتامينرجيك موديوليتور، ليه ميكانيزم شبه شوية يشبه الكيتامين، والكيتامين طبعا والإس كيتامين ليهم محاضرة منفصلة، والبريكسانولون ليهم محاضرة منفصلة، ولكن هنا التيانيبتين الميكانيزم يقال إن هو نامدا ريسبتور بلوكيت، فبيزود برضو البي دي ان اف عن طريق الام تور سيجنالينج، فيزود السينابتيك بلاستيسيتي ويبقى ليه انتي ديبريسنت افكت، وبيبقى الانتي ديبريسنت بتاعه يعتبر اسرع من الاذر انتي ديبريسنتس. وليه كمان نيور ريسبتور اوبيويد اجونستيك اكتيفيتي، فبيزود الدوبامين في الميزولامبيك سيستم، ومنها طبعا النيوكليس اكامبنس، فبيؤدي الى ايفوريك افكت، ولذلك ليه بوتنشال دراج ابيوز. وهو عكس كل الانتي ديبريسنس، الانتي ديبريسنس ممكن تعمل سيروتونين ريسبتور ري ابتيك انهبيتور، هو ليه سيروتونين ري ابتيك انهانسر. هو لحد دلوقتي الميكانيزم بتاعه نوت فول اندرستود، ولكن ديت السجستد ميكانيزم مينلي عن طريق النامدا بلوكيت والميو ريسبتور اجونستيك اكتيفيتي. بالنسبة لليوزز، هو بيستخدم في الميجور ديبريسيف ديس اوردر والسايما والانكزايتي الاسوشيتد مع الديبريشن. الدوز بتاعته 12.5 موجودة ستابلون في السوق، مشكلته انه شورت اكتنج، يعني لازم يتاخد 3 مرات في اليوم. معظم طبعا الانتي ديبريسنس تاخد وانس ديلي، لكن التيانيبتين بيتاخد 3 تايمز.
السايد افكتس هيديك وديزنس وسيديشن وانسومنيا وابنورمال دريمز، يعني شبه بقيه الانتي ديبريسنتس عادي، شويه نوزيا كونستيبيشن، ليه انتي كولينرجيك افكت. هو في الحقيقه كيميكالي ريليتد للتراي سايكليك، يعني هو ككيميكال هو شبه التراي سايكليك انتي ديبريسنتس، ولكن كميكانيزم هو مختلف تماما عن التراي سايكليك انتي ديبريسنتس، لان التراي سايكليك كانت سيروتونين ونور ابنفرين ري ابتيك انهبيتور، هنا هو ما بيعملش التو ميكانيزمز دول خالص، ولكن السايد افكتس قريبه من التراي سايكليك. في بقى حاجه مميزه جدا ليه، ان هو برده هيباتو توكسيك. ده تاني واحد نقول عليه هيباتو توكسيك كان الاجوميلاتين، وهنا عندي اللي هو التاينبت بيزود برده الليفر ترانس اميليزس وبيعمل شويه تاكيكارديا. واخر حاجه مهمه وفيري كاركترستيك ليه، ان هو سكادول 2 او 3 في بعض الدول، عمل دخل يعني روسيا عملته سكادول 2 وفرنسا خلته سكادول 3، لان في هنا ريسك اوف ابيوز، عملوا دراسات وجدوا انها بتتراوح من 1 الى 1000 الى 1 الى 100، بيستخدم مع اذر سيداتيفز، او مثلا ممكن يستخدموه ان كومباينيشن مع الالكوهولز او ان كومباينيشن مع اذر دراج ابيوز، فهو بيعتبر ريسك اوف ابيوز عالي ولذلك ما بيستخدمش كتير. Are the therapeutic uses of atypical antidepressants. طبعا كلهم بيستخدموا في علاج الديبريسيف ديسوردرز. تاني حاجه في الانكزايتي ديسوردرز والسموكينج سيسيشن، طبعا البوبروبيون، وقلنا ان ليه ميكانيزم سبيسيفيك في السموكينج سيسيشن بيقلل الريلابس. والانسومنيا الترازودون مشهور قوي، هو صحيح اوف ليبلد ولكن بيستخدم لان ليه اتش 1 بلوكيد عاليه اللي هو التريتيكو، وفي كمان الميرتازابين بيستخدمه برده اوف ليبلد اللي هو الريميرون احيانا عشان يندوس السليب، يعني في علاج الانسومنيا. اخر بقى انديكيشن وده مهم جدا اللي هو في الاريكتايل ديسفانكشن، وخصوصا السايكوجينيك اريكتايل ديسفانكشن اللي هو الترازودون او التريتيكو. في الحقيقه الدراسات وجدت ان هو في الاورجانيك اريكتايل ديسفانكشن نوت افكتيف، ولكن في السايكوجينيك اريكتايل ديسفانكشن بيبقى افكتيف، وخصوصا في الهاي دوزز اللي هي من 150 ل 200، واحيانا بيبقى كومبايند كمان مع اليوهيمبين في السايكوجينيك اريكتايل ديسفانكشن، بس طبعا الهاي دوزز دي بيبقى ليها سايد افكتس زي السيديشن والبوستشرال هايبوتنشن، فغالبا بيبقى فيه مشاكل بتحصل من الترازودون، ولكن بيستخدم في السوق وكمان افكتيف في السايكوجينيك اريكتايل ديسفانكشن. كده احنا خلصنا مناقشه السكس جروبس اوف اتيبيكال انتي ديبريسنتس. جود لك اند ثانك يو.